تحيه طيبه لكم ومرحبا بموقع فبراير تنحيي كل المشاهدين ديال هذا الموقع الاعلامي المحترم مرحبا بكم بالفريق الشاب والجميل ديال الموقع وتحيه طبعا لمديره الموقع الصحفيه المقتدره ماريا مكرم فيما يخص اليوم العالمي لحقوق المراه اللي كنخلدوه في بلادنا كل سنه اعتقد على انه هذه مناسبه من المناسبات الاخرى اللي كتخلينا الى جانب اليوم الوطني للمراه اللي ايضا كنحتفلوا به كل 10 اكتوبر كيخلينا فقط نوقفوا واحد الوقفه ونشوفوا شنو اللي تم تحقيقه فيما يخص تحسين وضعيه المراه حقوق المراه والاسره لانه المراه ما كنفصلوهاش اكيد على الاسره وفي هذه المناسبه بغيت نحيي كل مراه مغربيه اللي اليوم هي مرأة كتناضل على المستوى ديالها سواء كربة بيت سواء كعاملة سواء كطبيبة سواء كمهندسة كفنانة كفاعلة في المجتمع المدني مسارات اليوم كثيرة اللي كتشرف بالمرأة المغربية واللي كتخلق وكتبت واحد القيم إيجابية في المجتمع اللي كتسمح للفتيات اللي كتسمح البنات المغربيات صغارات انهم حتى هما بدورهم يكونوا احلام ويؤمنوا بهذه الاحلام ويناضلوا من اجل تحقيق الاحلام ديالهم فاليوم بلادنا الحمد لله بفضل الرعايه الساميه ديال الملك محمد السادس نصره الله وبفضل ايضا التعليمات الساميه اللي عطات خلقات طبعا لجنه تعديل مدونات الاسره هذا الورش الملكي الكبير هو ورش مجتمعي بامتياز هو ورش لخلق خلق ديمقراطيه في بلادنا والتطوير ما يمكن تطويره ما يمكن إصلاحه لفائدة المرأة والأسرة فاليوم هذه اللجنة طبعا بعد جلسات الاستماع المقترحات المجتمع المدني وفاعلين من قطاعات مختلفة كنتظروا أنها غادي تقدم طبعا المشروع وأنه من بعد طبعا غادي يتم الإعلان على يعني الخلاصة ديال هذا الورش وشنو إن شاء الله اللي غادي يتم تنزيله وتفعيله في بلادنا وما أحوجنا طبعا لهذه الإصلاحات اللي اليوم يعني من بعد هذه السنوات ديال اطلاق مدونه الاسره في الصيغه الاولى ديالها بان انه كاينين ثغرات بان انه كاين مازال مجموعه الامور اللي خاص يكون فيها اجتهاد خاص يكون فيها اصلاح باش لا المراه لا الرجل لا ذوك الوليدات ما يكونوا ضحايا ديال واحد الـ الـ الاطار ولا ديال واحد النظام فبهذه المناسبه يعني حنايا ان شاء الله كان خير بهذا الورش الملكي وكنتظروا ان شاء الله اخبار الخير اللي غادي تعم بالخير على هاد الـ الـ الأطراف هادو المهمة في بناء المجتمع اللي هما المرأة والرجل والأسرة مقترحتنا اللي ممكن ربما نتقاسم معكم اليوم بحكم تجربتي كإعلامية لمدة عشر سنين اشتغلت براديو أصوات على برنامج اللي هو من أول برامج وأكثرها استماعاً في المغرب في نسب الاستماع واللي كان كيخاطب كي وكيتوجه بالاساس للمراه والاسره اكيد على انه عاينت وتقاسمت شهادات ومسارات كثيره مختلفه النساء من ربوع المملكه وحتى من خارج المغرب اللي كانوا كيتفاعلوا معايا حول قضايا ومواضيع كثيره اللي كتبين انه المراه اليوم هي ما كتبحثش على انها يعني تنسالخ من واحد الاطار اجتماعي اللي عنده ركائزه اللي عنده مرجعياته هي بنت هذا المجتمع هي بنت البيئه المغربيه والمراه المغربيه اللي كنت كنتكلم معها يوميا هي مآمنة ومتشبته ايضا بكل هذه القيم اللي احنا محتاجين لها باش نرفعوا التحديات للمستقبل باش نحرصوا على خلق واحد الجواصر او جسور قويه ديال الأسرة ديال التربية ديال تمرير المعارف تمرير قيم مجتمعية في نفس الوقت هي اليوم أيضا من جهة واحدة أخرى كتعاني كتعاني من حيف كتعاني من تمييز كتعاني من تحرش كتعاني من العنف هذا واقع هذا ماشي شي حاجة اللي احنا غنغطيوها اليوم ونقولوا هذا الشيء ما كاينش شاي وغير حنا كنبالغوا فيه هذا واقع واللي يعني عبروا عليه كثير 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 من النساء المغربيات اليوم آه كان أنه إلا كان عندي أنا اقتراح كإعلامية هو أننا نزيد نقوي البرامج التوعوية البرامج الترفيهية ولكن اللي كتدوز قيم برامج اللي كتخلينا نصلحه ونرجعوا الثقة في العلاقة ما بين المرأة والرجل لأنه أنا شخصياً انا ماشي مع فكره انه المراه راها غادي دير شي حاجه غادي على الرجل باش حقا دير ولا الرجل راه غيدير جوج محتاجين لبعضياتنا يعني ما يمكنش ينفصلوا المراه على الرجل هما بجوج شريكين في المجتمع شريكين في الاسره شريكين في النسيج المهني على جميع الاصعده فاليوم إذا كانت المراه قطعت اشواط وكسبت ثقه في ذاتها وبينات على الكفاءه ديالها وبينات على الاستقلاليه ديالها هادشي ربما كاين بعض المستويات ولا عند اه في بعض الاوساط اللي كيخلق نوع من الخوف، يعني كيفاش هذه المرأة غادي تخرج من تحت سلطة الرجل. راه ما غادي تخرجش من تحت سلطة الرجل، فاحنا اليوم اه على مستوى الإعلام كيبان نحن بحاجة إلى خلق مواعيد وبرامج سواء توعوية أو بشكل ترفيهي، ولكن اللي كتبث هذه القيم، واللي كتخلينا نعيدوا في النظر في العلاقة اللي اليوم كتعرف أزمة، لأن كل واحد ولا حاضر راسه من الآخر. الراجل حضر راسه من المراه والمراه حاضر راسها من الراجل علاش هذا هذا خصنا نسالوا عليه نعرفوا علاش الاقتراح الثاني انه اليوم ماذا بنا تعمل دراسات أنتروبولوجية اجتماعية مثلا كصحفيين وكإعلاميين مي كنبغيو نقلبوا في المادة المكتوبة واش كاين معطيات واش كاين دراسات واش كاين استطلاعات رأي تعملات داكشي قليل قليل للغاية فاحنا محتاجين انه نفهموا هاد التوجهات هاد التغيرات الجذريه اللي كيعيشها كي المجتمع المغربي وكيفاش كتاثر على العلاقات الانسانيه على العلاقات ما بين المراه والرجل وكيفاش هاد الشيء ممكن نطوروا به في الاتجاه اللي غادي يخلينا نعيشوا احسن مع بعضياتنا ونتعايشوا احسن قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي